إذن عن ظاهرة تزايد حوادث الطرق في العراق وأسبابها ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي عبد الله الفراجي. أستاذ عبد الله مرحبا بكم. يعني مع تزايد حوادث الطرق في العراق لا سيما في الفترة الأخيرة، كيف تنظر إلى زيادة معدلات حوادث الطرق في العراق؟ حياكم الله، اهلا وسهلا بك ومشاهدي قناتكم الكريمة. هذا الملف، ملف حوادث الطرق في العراق، له بداية وليس له نهاية. في كل يوم او على الطرق، في الطرق الخارجية والطرق الداخلية خصوصا داخل المدن، توجد هناك حالات مرورية ربما تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من هذه من حالات الحوادث المرورية هذه، خصوصا إذا ما نظرنا إن الحكومة إذا ما نظرنا إن الحكومة أو الحكومات المتعاقبة بعد 2003 لم تنشئ أي طرق أو جسور إضافية أو استراتيجية أخرى. الحكومة لم تستفتح ولم تخطط لافتتاح وإنشاء طرق أو جسور استراتيجية، رغم أن العراق كان يمتلك ربما خصوصا ببغداد 1 مليون سيارة، والآن ربما 6 مليون سيارة في العاصمة بغداد ومحيطها. الزياد ربما 200 او 300% في عدد السيارات وعدد سكان بغداد. عدد سكان بغداد كنسمات وعدد سكان كوافدين من المحافظات ومن خارج العراق، لكن رغم هذا الزياد الحكومه لم تقم بانشاء اي جسر واي طريق استراتيجي. هذا الجزء الاكبر كما قلنا سابقا، الجزء الاكبر من الحوادث المروريه تتحملها طيب الحكومه. استاذ عبد الله، نعم. لعدم تخطيطها. أستاذ عبد الله، بحسب الإحصائيات فإن حوادث السير في العراق ارتفعت، ولكن يعني بمعدلات غير مسبوقة. هل أثر سوء صيانة وتعبيد الطرق في وقوع كل هذه الحوادث أستاذ عبد الله؟ أخي الكريم، الحوادث الأغلب هي بسبب سوء الطرق. نعم. سوء الطرق والازدحامات والاختناقات المرورية وعدم وجود طرق بديلة وعدم صيانة الطرق الموجودة، طرق قديمة، ربما طرق قديمة غير معبدة، غير آيلة للانهيار، خصوصا الطرق الخارجية. الحكومة لم تبذل أي جهود في إصلاح هذه الطرق، خصوصا الطرق الخارجية. لم تنشئ إنارة في هذه الطرق، إضافة إلى أنه بعض المواطنين أو العديد من المواطنين خصوصا من الشباب سائقي الشاحنات والمركبات الذين يسيرون على هذه الطرق الخارجية، يسيرون بسرعة متناهية وسرعة شديدة ربما، خصوصا مع غياب القانون. نعم. وضعف القانون المروري وعدم وجود أي قانون أو أي رؤية للحد من السرعة، عدم وجود كاميرات بالطرق الخارجية تعاقب أصحاب الشاحنات وأصحاب المركبات. نعم. الذين يسيرون تحت سرعة ربما فائقة، كما يحدث في مدن كردستان. 15 محافظة تعاني من إهمال للطرق والجسور والأنفاق، وتعاني من قلة الطرق المعبدة وقلة الطرق الصالحة للسير، مما يتسبب في حوادث كثيرة. والحوادث هي في محافظات التي تربط بين كركوك وديالة وبغداد. نعم. كطريق الذي يسمى طريق الموت عبر سليمان بيق وطوز خرماتو، والطريق الثاني هو طريق بغداد الموصل الذي يمتد بين طريق الذي يربط بين بغداد والتاجي والمشهد والطارمي وتكريت. هذه الطرق والطريق الثالث ربما طريق رونج سايد، هو سايد واحد. نعم. عدم وجود ضيق جدا وعدم وجود إنارة، وطريق دولي يربط بغداد بالجنوب بمدن الفرات الأوسط والجنوب. هذه الطرق الثلاثة، ربما طريق الرمادي 160، هذه ثلاثة أو أربع طرق 90% من الحوادث تحدث في هذه الطرق. تشهد يوميا هذه الطرق. طيب. حوادث. طيب أستاذ عبد الله، أستاذ عبد الله، لكن يعني أين تذهب الأموال المحصلة من رسوم ترخيص المركبات وأيضا الغرامات وغيرها التي تقدر بمليارات الدنانير شهريا؟ أين تذهب كل هذه الأموال إذا كانت الطرق سيئة إلى هذه الدرجة؟ أنت تعلم عزيزي، أنت تعلم أن هذه الوزارات أو الوزراء لم يأتوا إلا بأمر من الأحزاب. كل هذه الجباية التي تفرضها الحكومة على أصحاب المركبات، خصوصا أن هناك بدل يسمى بدل طريق
بدل الطرق والجسور. عندما تذهب لبيع أو شراء سيارة يأخذون، خصوصا عندما تبيع مركبتك لتشتري مركبة أخرى، تستقطع الحكومة مبلغ مالي لا يقل عن 500 دولار بالسنة أو 400 دولار بالسنة الواحدة، يسمى بدل الطرق والجسور. وعندما يسأل المواطن أو بائع هذه السيارة لماذا لا تنشئون جسور، لا تعبدون جسور طرق جديدة، يجيبهم الموظف: أنا موظف لدى الحكومة ولا شأن لي ولا شأن لي بذلك، هذا أمر حكومي. الحكومة غير جادة في إصلاح الطرق وفي إنشاء طرق جديدة. كل المبالغ المجبات من المواطنين تذهب لجيوب الأحزاب الفاسدة، خصوصا هؤلاء وزراء، كل الوزراء الذين أتوا وزراء المواصلات ووزراء الإسكان هم تابعون لأحزاب وميليشيات متنفذة يستولون على كل الأموال المجبات من المواطنين. ولكن أستاذ عبد الله، ولكن الحكومة في كثير من الأحيان ترجع عملية تزايد أعداد ضحايا حوادث الطرق إلى رعونة وإهمال السائقين. إذا كان الأمر كذلك، هل تجد رقابة، هل تجد قوانين لردع هذا السلوك من قبل الحكومة والحكومات المتعاقبة؟ نحن نتحدث عن فترة زمنية ليست بالقليلة. ربما تشكل الحوادث التي تتسبب بها رعونة بعض سائقي المركبات والشاحنات في الطرق الخارجية تتسبب بالثلاثين أو أربعين بالمئة من الحوادث، وهذا أيضا يدين الحكومة. الحكومة بهذا التصريح تدين نفسها بنفسها، لأن لو كانت القوانين صارمة تتخذ بحق سائقي المركبات ذات يعني أصحابها ذات السياق المتهورة أو الرعناء والسريعة، لو الحكومة عاقبت عدد الذين يسيئون في الطرق الخارجية، لو نصبت كاميرات، لو راقبت الطرق الرئيسية السريعة التي تربط بين المحافظات، لما ساء البعض ولما ساء بعض الرعناء في الطرق الخارجية. إذن بكلتا الحالتين الحكومة تتحمل المسؤولية الأكبر من هذه الحوادث. من بغداد الصحفي العراقي عبد الله الفراجي، شكرا جزيلا لكم.